حوالي 10% من الحوادث المنزلية تقع للأطفال بسبب الحروق. اليوم بغينا نركزوا الاهتمام ديالنا على هالنوع من الحوادث مع ضيفنا البروفيسور عبد السلام الخيروني الأخصائي في جراحة الأطفال. مرحبا بكم معنا في صباحية الدراسة. هي موضوعنا فقرة نجوم ونجوم على ليلى شوي اللي غادي تلتحق بنا بعد قليل، ومستضفة لنا بطل القفز بالميدالات أنس بقالي. ترقبوا كذلك فقرة الديكور مع صوفيا الجمعي اللي غادي تخصها للإضاءة. أما الدكتورة لبنى بوحولي فغادي تعلن لنا على موضوع اليوم في فقرة بيني وبينك. صباح النور. صباح النور لسميرة، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نكملوا الحلقة اللي فاتت، كنا دوينا على اضطرابات الوسواس القهري. اليوم غادي نكملوا الجانب ديال الأسباب ديالها والعوامل ديالها ثم العلاج ديالها. واضح. البدايه غادي تكون اللحظه مع بروفيسور عبد السلام الخيروني، الموضوع هو الحروق عند الاطفال، بقاو معنا. كيف ما سبقت وذكرت، فالحروق من الحوادث او الاصابات الشائعه جدا بين الاطفال، وتختلف درجتها حسب نوع الحرق اللي تعرض ليه الطفل، وهذا الشيء اللي غادي نطرقوا ليه معك بروفيسور خيروني. مشكور جدا على تلبيه الدعوه. صباحيه دوزان. صباح النور. صباح الخير، كنشكركم على الدعوه. العفو، حنا اللي تنشكرك اسيدي. واليوم غادي نركزوا الاهتمام ديالنا فقره امومه على الاطفال، وغادي نتكلموا على هذا النوع من الحوادث اللي في الحقيقه تاسفنا اننا تنشوفوا مازال كاينين واحد السلوكيات واحد العادات مازال تيتمارسوا. فياريت اليوم نتكلموا على اهم حاجه في الحروق، الوقايه. اش ممكن تقول لكل المشاهدين بخصوص الوقايه من الحروق؟ تماما. الحريق من العوامل الخطوره اللي فيه هو ملي تيحصل عند الاطفال، لان الاطفال البشره ديالهم كتكون رهيفه، وملي تيوقع حريق من انواع الحريق ديال الحروق مختلفه، ومن بينهم الحروق بالسوائل اللي كتكون غليانه. دونك الحاجه الاولى اللي خصنا نحاولوا ما نعرضوش الطفل لواحد الحاله اللي غادي يتحرق فيها. مثلا غنكونوا كنشربوا شي كاس ديال اتاي مشحار، ولا كنشربوا شي زلافه ديال الحريره، ما نجلسوش معنا التربيه في حجرنا، حيت فرمشت عين غادي يقلب عليه ذاك الكاس ولا ذاك الزلافه وغيتحرق. المنزل من اخطر الاماكن ديال الاطفال. 75% ديال الحوادث اللي تيوقعوا عند الاطفال قبل من 10 سنوات تيوقعوا في المنزل. ومن المكان اللي ما خصش الطفل يوصل له هو الكوزينه. الكوزينه تكون ممنوعه للطفل، واخا تكون ممنوعه مثلا ملي غنكونوا تنغليو الحليب ولا تنطيبوا شي كاسرونه، داك اليد الكاسرونه ندوروها لداخل ما نخليوهاش على برا، حيت الطفل غادي يجي اول حاجه غيدير غادي يبغي يجرب داك الكاسرونه. مشينا. وبطبيعه الطفل تنعرفوا انه كيغيو، انه تيبغي يعرف شنو واقع. تماما. دونك خصنا نحضيوه بحال الحليب فوق العافيه. تماما. اللي بغيت نقول هذا الكلمه. دونك خصنا نديروا جميع الاحتياطات باش الطفل ما يتعرضش للحريق، البلاصه اللي فيها العافيه ما كيدخلهاش. نكون شي حاجه سخونه غادي نتناولوها، الطفل ديما يكون بعيد من داك المحل. واضح. دكتور، بزاف الناس لحد الان للاسف باقيين تيستعملوا بعض المواد اللي عجيبه وغريبه اللي نهمدوا بها هذاك الحريق. بزاف ديال الوليدات الصغار تيتحرقوا. كاين الناس اللي تنعرفهم تيقول لك مازال لحد الان دير فوق منها فورس، ولا دير فوق منها دونتيفريس، ولا تحميره. رايك دكتور بروفيسور في هذه السلوكيات؟ تماما. الوغ اللي خص الانسان يعرفه هو ان الحروق في البدايه كتكون معقمه، ما تيكونش فيها الميكروب. اي حريق ما تيكونش فيه الميكروب. دونك اول حاجه اللي نديرو الا بغينا بعدا ما نزيدوش نزيدو من الخطوره ديال الحريق، اول حاجه اللي نديرو الا كان الطفل لابس الحوايج كنحيدو له حويجاته، باش داك الحراره اللي كتكون مازال كتهلك داك الخلايا ديال البشره كنقصوها، وكنحاولوا نديروا الطفل تحت الماء بارد ديال الروبيلي باش نهبطوا داك الحراره اللي في الجسد. اسمح لي، ولكن في هذه النقطه هذه بزاف الناس فاش يكون حريق بحال هكاك في الدم وداك الشيء تيقول لك ما يمكنش نديرو تحت الماء، خاصنا نديرو تحت الماء. وما نديرو حتى شي حاجه ولا نديرو تحت الماء باش نقص من داك الحراره القصوى، واخا تبان الحليمه واخا كيتبان تيتنبل وتيكون الماء خارج، نديرو تحت الماء باش. وبحال اللي قلت لكم تيكون الحروق تتكون ديما معقمه ما فيهاش الميكروب، ديما ما كنعطيوش لي زونتيبيوتيك في الحروق. دونك ملي كنبغيو نديرو فيه دواء السنان ولا الطحين ولا التحميره، اش كنديروا؟ بحال كناخذ الميكروب
وكنديروا فوق داك الحريق باش كنعفنوا. دونك الا تعفن الحريق تزيد الخطوره ديالو، كيزيد داك العمق ديال الحريق يمكن يتزاد. دونك اول حاجه اللي ما نديروش هي ما نديرو حتى شي حاجه. واش تيوقع بحال اللي قلتي الناس كيتفافاو المهم واحد يبقى مرزن ينقص من الحراره يبرد بالماء ويلف داك الطفل في شي ازار يكون نظيف ويتجه عند الطبيب ديالو ولا عند المستعجلات. واضح. هذه الحاجه اللي ما نديروش هي ما نديرو فوق داك الحرق ما نديرو يعني ما كاين حتى شي حاجه ما في هذاك الشيء. يعني الناس نقول الناس الكبار ديالنا شحال هذه كانوا تيديروا شي حوايج فيها حكمه. لا. يعني الدونتيفريس وداك الشيء ما كاين حتى شي حاجه اللي مزيانه. والو. الخميره سيديروها هذا كل شيء فيه الميكروب. شنو هي الخطوره اللي تعفنت الحرقه؟ الو العوامل الخطوره ديال الحريق بصفه عامه، الو عند الاطفال هو السن، كل ما كان الطفل صغير كل ما الحريق تيكون خطير. المساحه الحريق كل ما كانت المساحه كبيره كل ما تيكون الحريق خطير. والعمق ديال الحريق، الا كان الحريق سطحي بحال مثلا الطفل بقى في الشمس غادي يتشوط كيكون سطحي. دونك ملي كيتعفن الحريق داك العمق ديال الحريق داك الميكروب كيزيد ياثر على الخلايا ديال البشره وكيزيد يعمق في الخطر، تيزيد يغرقو تيولي العلاج اصعب اطوال وتيخلي واحد لي سيكاتريس اللي ما كتكونش مزيانه. واضح. نمشيو للعلاج. كلمتي على العلاج بروفيسور خيروني، شنو تتقدموا في الاسعافات الاوليه في المستشفى مثلا؟ شنو هي لا بريز اون شارج اللي تديروا للوليدات الصغار في الحريق؟ اول حاجه هو بحال قلت لك الحريق تيكون محقق ما فيش الميكروب، دونك كاين تيكون الالم. الاساس الاول ديال الحريق هو يبقى نظيف، دونك داك العلاج اللي كنديرو كل يوم في الاول ولا كل يومين غير باش كنخليو داك الحراره كنطفوها باش ما كيزيدش عليها الميكروب. هذا الاول. داك 48 ساعه الاولى افكتيفمون تيكون الالم، دونك الالم كنعطيو ادويه باش كنقصوا الالم ديال الطفل. والحاجه الثالثه داك 48 ساعه تيوقع ملي كيكون الحريق عميق تيتنبل داك المساحه، كل ما كانت مساحه الحريق كتكون كبيره كل ما تضيع كل ما غادي يسيل الماء من داك الحريق، دونك الطفل غادي ينشف. دونك داك 48 ساعه الاولى تيخص داك الماء اللي كيضيع من الجلده تيخصو يتعوض. دونك الا كانت المساحه صغيره كنصحوا الامهات والابوات الطفل يشرب، خصو الحاجه الاولى هي يشرب. هذه ما عرفناها باش كنعرفوه حتى يشرب باش ما ينشفش باش نعوضوا داك الماء اللي كيضيع من الحريق. ملي كنت الدري صغير ما كيقولش راه بيا العطاش ولا خصنا نراقبوا واش داك لاكوش ديالو فازقه. الا كنشوفوا داك لاكوش ناشفه الطفل ما بقاش تيبول معناه انه راه ناقص من الماء وتيخصو يمشي عند الطبيب ولا عند المستشفى باش نعاودوا لذاك الماء الا ما بقاش يقدر يشرب، ولا مثلا عنده حريق في الوجه ديالو ما بقاش يقدر يتناول ولا يشرب، ذاك الساعه كنديروا كنعوضوا له ذاك الماء ذاك السيلان اللي كيضيع من العرق ديالو كندوزوا له السيروم باش تنعوضوا ذاك الماء اللي ضاع. هذه 48 ساعه الاولى هي المشكل ديال السيلان ديال الماء اللي كينشف منه الطفل اذا كان واحد المساحه كبيره. دونك الا كانت المساحه عند الاطفال قل من 3 سنين ديما كتكون واحد الحاله اللي صعيبه، الا كانت المساحه اكبر من 5% ديال المساحه ديال البشره ديالو ديك الساعه تيلزم انه ينعس في المستشفى باش كنعوضوا داك الماء حيت يقدر بسرعه الطفل الصغير كل ما كان صغير كل ما تيقدر ينشف بواحد الطريقه سريعه. واضح. نجيو ما بعد ما تبرى هذه الجرحه وما يبرى هذا الحريق هذا، شنو تيقدم الطب كوسائل وطرق باش نحيدوا هذاك المنظر البشع اللي تيبقى ديال البشره؟ الوغ ملي كيكون الحريق سطحي تيبرى تقريبا بين اسبوع و10 ايام وما تيخلي حتى سيكاتريس ما كتبقاش. الا كان الحريق الخلايا تتجدد بوحدها الا كان سطحي، علاش الخلايا كتجي كتبدل ما كتخلي حتى شي تراس. بالخلاف الا كان الحريق عميق ديك الساعه كيطلب اكثر من 10 ايام، تيطلب واحد المده كبيره حسب المساحه، اذا كانت واحد المساحه صغيره غادي تجبر بسرعه. وكاين طرق العلاج خاصه بحال الفيتمون كومبريسيف، بحال اذا كانت شي سيكاتريس كتولي بشيعه وكبيره، اما الجراحه اما ديزانجيكسيون دو كورتيكويد، ولكن تيخص الانسان يمشي عند طبيب اختصاصي، ما كنعطيوش ادويه هكذاك بلا قاعده. داكور. هادو هما كاين علاجات، اما اذا كان الحريق خلى واحد لا سيكاتريس كتكبر دي فيتمون كومبريسيف واحد الثياب تيضغط
كتسمى على الجلده باش ما تمت ولا لا بريسوثيرابي يعني العلاج بالضغط حيت داك البشره كتولي كتغلاط كنضغطوا عليها بواحد الثياب خصوصي كيتصاوب سور ميزور باش ما كيعطيش واحد انتفاخ انتفاخ الوغ بعد النوبات داك لا سيكاتريس كتقدر تعطي واحد الكيماش الا كان بحال الحريق في اليدين دونك تنديروا دي اجهزه باش كنخليو داك المفاصل في واحد لا بوزيسيون اللي ما كتنكمش الجديده الا قدر الله تطورات في ديبريد يعني واحد الكيماش كثير داك الساعه تطلب جراح ولكن هاد الجراحات ما كيكونوش في هاد الحالات المستعجله كتكون في واحد الوقت اللي كيكون من بعد 3 شهور من بعد 6 شهور من بعد عام حسب وبصفه عامه ما كنقيسوش بصفه عامه لي سيكاتريس ما كنقيسوش بالجراحه قبل من السنه من بعد ما وقع داك الحادث علاش حيت داك لو بروسيسوس انفلاماتوار كيدوم تقريبا واحد العام دونك كاين علاجات ماشي ما كنتظروا عام عاد كنديروا العلاجات غير الجراحه بصفه عامه كدار بعد عام من غير ملي كيكون شي حريق مساحته كبيره وغيت حيت كل ما كانت المساحه كبيره كنبقاو نعالجوه تيبقى غادي يتجبر ولكن غيطلب واحد الوقت كبير دونك اللي كنقدروا نقترحوا هو زرع ديال الجلد باش كننقصوا من الفتره ديال لا سيكاتريزاسيون وباش كتعطينا واحد لا سيكاتريس كتكون جميله اكثر جمالا كنقترحوا زرع ديال الجلد كناخذوا الجلد ديال الطفل معلوم كيدير يوميا شي حاجه كناخذوا الجلد ديال الطفل وكنديروا في ديك المنطقه اللي واسعه اللي غتطلب لنا واحد شهرين وثلاث شهور ديال العلاج. واضح بروفيسور خيروني عبد السلام تنشكرك كثير على هذه التوضيحات وتتبقى الوقايه احسن طريقة لتجنب كل هذه المضاعفات اللي في حقيقة تضر في القلب فاش نشوفوا وليد صغير محروق فناخذوا الوقاية ديالنا وناخذوا كل الحذر ديالنا مع وليداتنا وما نخليهمش كيف ما قلتي راهم دايرين بحال الحليب فوق العافية لا بالنسبة للحروق لا بالنسبة للماء يعني خاصنا نردوا بالنا منهم شكرا لك دكتور شكرا لكم عبد السلام خيروني بقوا معنا مشاهدينا مشوا لحظة عند صوفيا جمعي فقرة الديكور صباح النور سميره وصباح الخير مشاهدينا فبحال اللي كتشوفوا جيناكم بحله جديده من الاضاءه فبحال اللي كتعرفوا كاملين بزاف منا اللي ولاو متبعين المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولينا ديما كنتبعوا الموضه كنتبعوا شواقع شنو كاين ففي عالم الاضاءه ولا الجديد بزاف فبزاف منا كنعرفوا بانه كنا ملي كنمشيو لي زابارتمون ولا كندخلوا للجورنا ولا ملي كنبغيو نشريو فكانت في الاول كنا كنخدموا غير بالدريه ولا كنخدموا يعني بهذاك لا سوسبونسيون اللي كتكون في وسط الصاله ولا في وسط بيت نعاس ولا في وسط لو سيجور فعكس اليوم فاليوم ما بقيناش كنخدموا بهذيك الدريه اللي كتعرفوها في وسط الصاله ولا يعني بلا سوسبونسيون ولينا كنخدموا بزاف بالتوسكي سبوت ولا التوسكي اونكاسترابل في السقف ف بحال اللي كتعرفوا ملي كتدخل يعني لواحد بيت النعاس ولينا كنخدموا في لا تيت دو لي بهذوك الضوء اللي كيكون هابط حتى لي شوفي وعند رجلينا موسيه ولينا كنخدموا بدي سبوت اللي هما ابارون في الصالون خلاص شحال هذه كنا كنخدموا على جوج ديال الاشكال الاضاءه تريه في الصالون المغربي ولو لومينير ولا ان بوتي لوستر اللي كيكون كنحطوه في الجهه الروميه فاليوم عكس هذا الشيء كامل فحنا حيدنا الاضاءات ديال وسط السقف ولا في وسط الصالون وبلاصيناهم بواحد السكات اللي ولاو دابا كتشوفوهم بزاف بحال اللي قلت لكم في المواقع الالكترونيه ولا في لي غوفو ولا في لي سونتر ملي كتخرجوا في لي غراند سيرفاس كتلقاو بزاف ديال هاد السكات هادو وبزاف منكم ما كيزعموش انهم يخدموهم قلب الصالون ديالهم فهادو تقنيات جداد اللي ولاو هما دابا كيخدموا بهم اللي هما لي سبوت فكاين بزاف منا اللي كيخدموا بلي سبوت نوار كاين اللي كيخدم بلي سبوت بويض غير هو انا دائما النصيحه ديالي يعني للزبون ولا الناس اللي كيسولوني ويستشروا معايا دائما الاضاءه اللي نخدموا بها خصها دائما تكون اضاءه لوميير دو جور لانه شنو كيوقع بزاف منا اللي كيمشيو كيخسروا بزاف يعني في الفراش ديالهم وكيخسروا بزاف في لي ماتيريو اللي كيدخلوهم قبل البيوت ديالهم ولكن مالوغوزمون كيجيو كيديروا بحال دابا دي سبوت
في اللون الابيض يعني ايكونوميك بيض، فلو بروبليم داكشي كله اللي تصايب كيولي كيبان حالته بالعربيه، يعني ما كيعطيش هذيك اللمعه وما كيعطيش هذاك الشكل اللي حنا كنتظروه. فبحال اللي كتعرفوا بعض النوبات ملي كنكونوا دايزين بحدا اون فيترين ولا في اون غراند سور ان بولفار، فكنلقاو ديما بحال دابا هذاك الصالون ولا مثلا هذاك لاكسيسوار كيبان بواحد الطريقه اللي هي كتمناها اي واحد فينا تكون عندنا قلب دارو، فكتمشي وتشريها وتجيبها ومني كتحطها ما كتعطيكش هذاك لو شارم ديالها بحال اللي هي محطوطه في لا فيترين. فهاد الشيء كله راجع للاضاءه. فمني كنخدموا افيك دي سبوت على هذا الشكل هذا، فهادو كيف كيمكننا نخدموهم دغوا على هذا الشكل هذا، فبحال اللي كتشوفوا معايا هادو كلهم كيكونوا لوميير دو جور، لانه ملي كتحط اون لوميير دو جور كيبقى دائما كيبان لك هذاك لارتيكل ديالك ولا هذيك لا ديكو اللي كتخدم قلب دارك كتولي كتبان بواحد الطريقه جد هائله. بالنسبه الناس اللي كيبغيو يخدموا بلي سبوت، كاينين بزاف ديال لي طاي دو سبوت، هنايا حاولنا نخدموا بهذا اللي هو كبير. ففوقاش كنخدموا بدي لومينير هكا بهذا الحجم هذا كبار، فملي كيكونوا عندنا دي غروند سيرفاس، اما ملي كتكون عندنا يعني المساحه صغيره ديال قلب الصاله ولا قلب بيت نعاس ديالي، فكل ما صغرت من الحجم ديال لو سبوت ديالي كل ما كان حلو وزويون. دائما انا كنقول السكه كيبقى عندنا فيها الاختيار، لانه كاينين الناس اللي كيكون عندهم واحد الحساسيه ديال الكونتراست دو كولور واللي انا ضدها نهائيا، فماشي من الضروري على انه يكون عندي واحد لا كونتينيتي في الالوان، فيمكن لي نخدم بالوان مختلفه في اللومينير، كيمكن لي نمشي دابا في الكحل اللي هو جد دارج على الموضه واللي هو داخل فيه الذهبي بحال اللي كتشوفوا، كو ساسوا في لو سبوت كو ساسوا في هاد لي بانو على هاد الشكل هذا. بالنسبه لي سبوت دابا كاين اللي كيقول لك انا الا ما كانش لو سبوت مخاوي مع ليكليراج الكماله ديال ليكليراج انا ما نخدموش لانه ما كيتواتاش الوغ كو سي فو. انا كنقول يمكن لي نخدم بالكحل ويكونوا عندي لي سبوت ديالي اون ارجونتي، يمكن لي نخدم بالكحل ويكونوا لي سبوت ديالي اون بلون، بحال دابا يمكن القبص يكون عندي في الابيض بحال جميع القباص اللي كتعرفوهم كيكونوا في السقوفه ديال الدار، ونجي ونخدم عليهم هذا اون غاي اللي هي اون نوار ونبلاصي فيها لي سبوت ديالي في الكحل. غير هو دائما نتبع لا غاي ديالي، الا كنت غنخدمها في الكحل لي سبوت ديالها خصهم يتبعوا ويمشوا في الكحل، الا خدمت في الابيض دائما نمشي في الابيض، لانه ملي غادي تخلطوا في السكه اللوان ديال لي سبوت في هذه الحاله هذه ما غاديش يجيو. بالنسبه للناس اللي هما كيبغيو التريه تكون عندهم في الصالون، فانا دائما كنحترم الراي، لانه كاين دابا الناس اللي هما كيكونوا متشبتين بواحد التريه اللي هي ديال شي واحد ديالهم ولا هديه ولا شي حاجه اللي كان اون لاتيان اكور، دونك ما كيمكنلكش تحيدها له، فيمكن لو ادابتي هذيك التريه ديالو كسا سوا تكون بلي كريستو ولا تكون بالنحاس ولا تكون يعني بالميتال، ويمكن له يضيف عليها في لو سيجور ولا في لو صالون اوروبيان يعني سكه على هذا الشكل هذا كحله ولا بيضاء، داك الساعه على حسب الاختيار ديالو هو. حاجه اخرى انا دائما كنبغي ننصح دائما المشاهد على انه ايفيتي يخلط الضوء، لانه شنو كيوقع بعض المرات كيتحرقوا لنا لي سبوت وكنوض وكنمشي لاقرب محل وكنمشي وكنشري السبوطه كيف ما كانت وكنجي كنركبها، فاوتوماتيكمون ليكليراج ديال الدار ما كيبقاش متوازي وما كيبقاش مساوي، لانه سي فغي كو غادي نقول بانه كيبقى ان سبوت بحالو بحال الاخر، مي في ليكليراج ديالو كيغير من الشوفه ديال العين ديالنا. فكاينين هاد لي سبوت هادو بحال اللي كتشوفوا، فهما هادو عندهم العينين كبار، فهاد كل ما كانت العين ديال لو سبوت محلوله فليكليراج كيعطيني يعني كيتشتت وكيتفرق وكيعطيني بلوس دومبيونس قلب الشوفه ديالي. ملي كيكون عندنا ان بوتي سبوت وكتكون عندنا واحد المساحه اللي هي كبيره، فكنحاولوا نديروا لو سبوت للعين ديالو صغيره، لانه باش كيفيكسينا على حساب هذاك لو فوتوي ولا لو كانابي اللي كيكون من تحت منه. بالنسبه للحمامات بزاف منكم كيسولوني واش يمكن لنا ندخلوا هذا الشكل هذا في الحمامات اللي هما ديال الضياف بحال اللي كنقولوا ولا اللي كيكون ما فيهمش الدوش، فانا كنقول الحمام اللي كيكون داخل فيه الماء البينوار ولا لا دوش يفو ايفيتي تو سكي لومينير عادي، خصكم تمشوا في لي لومينير اللي هما ايطونش، يعني حتى الثمن ديالهم كيكون مختلف على الثمن ديال لومينير العادي. اما بالنسبه للحمام ديال الضياف واللي ما فيهش لا شالور وما فيهش لا فابور، كيمكن لكم بيان سور تخدموا بلي لومينير اللي بغيتيو بالشكل اللي بغيتيو بالطريقه اللي بغيتيو. وكيمكننا اوسي في الحمامات اليوم واللي هو دارج على الموضه، فكيمكننا نخدموا بواحد لي بيتيت سسبونسيون اللي كيكونوا في الجنب ديال لو فاسك، فملي كيكون لو فاسك محطوط كيكون عندنا في الجنب ديالو كيمكن لي نخدم بدي سسبونسيون اللي هما يهبطوا بالويناز
مختلفين واللي هما كيعطيو واحد لا لوميير تاميزي لقلب الحمام ديالي. فكنتمنى ان الحلقه ديالنا تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ديما كنجيكم بالجديد، وصباحكم مبروك. وننتقل اللحظة إلى فقرة بيني وبينك الدكتورة لبنى بوحولي. ما قدناش الوقت هذيك المرة وكنا نتكلموا على الاضطرابات الوسواسية القهرية، كنا تكلمنا عليها من جوانب مختلفة، ولكن ما قدناش الوقت باش نتكلموا على الأسباب وسبل العلاج. ياك متفقة معايا؟ تماما سميرة. فتكلمنا على الأصناف اللي كاينين، على الأنواع اللي كاينين، حاولنا نقربوا الناس من الأشكال ديال نوع ديال الأفكار اللي تيقدروا يجيونا ملي تيكون عندنا هذا النوع من الاضطرابات اللي هي الوسواس القهري. من بعد ما دوينا على شنو هما يا وكيفاش دايرين، اكيد السؤال اللي غادي يطرح الانسان وشنو السبب، وعلاش غيجيوني، وعلاش هذا غيجي، وعلاش هذا ما غيجيوش. اذا هنا غادي يجرنا للمساله ديال العوامل او الاسباب اللي تقدر تسبب في هذا المشكل هذا، اللي هو كما قلنا ديك النوبه عنده واحد الخطوره اللي هي معينه. فما كاينش سبب معين، يعني كاينش واحد سبب واحد، كاين مجموعه عوامل اللي كتؤدي الى تواجد هذا الاضطراب هذا. هي عوامل متعدده ومن عده اشكال. كاين عوامل وراثيه، فغتلاحظ بعض الناس كاين كتلقى مع النوبات عائلات اللي كتلقى عندهم العمه كانت عندها والجده كانت عندها، كلهم كان فيهم شويه ديال مثلا الغسيل بزاف، الشقه ديال الدار تيديروا بواحد الشكل غير طبيعي. تيبقى هذا الشيء تيكون متوارد شي شويه، تيكون جيني، تيكون شويه جيني. كاين جانب جيني، وواحد الجانب جيني ماشي غير مجرد كلام، بل هي امور اللي اثبتت بدراسات اللي هي مضبوطه اللي كنسموها لي زيتود دي جومو، يعني دارت في بلدان معينه في شمال اوروبا، اللي تيشوفوا مثلا لي جومو وموزيغوت، يعني دوك التوام اللي تيكونوا بحال بحال يعني فغي، ودوك التوام اللي ماشي فغي، وتيديروا كيتبعوا الحاله ديالهم عبر الزمن، تجيو بانه هاد لي جومو وموزيغوت او التوام اللي هما حقيقيين تيكون عندهم احتمال اكثر من لي جومو اللي ماشي اوموزيغوت، يعني اللي ماشي حقيقيين. فاذا كانت اثباتات علميه بانه كاين جانب وراثي في هذا المشكل ديال الوسواس القهري، ولكن ماشي معناتها حين كاين واحد من العائله عنده حتى انا راه غادي يكون عندي. كما قلت دابا هذه مجرد مجموعه عوامل. كاين عوامل اللي هي النفسيه اكيده كتدخل في هذا المشكل ديال الوسواس القهري او لي تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف، كتدخل من حيث مثلا في الطفوله تقدروا يكونوا بعض الازمات او بعض الصدمات عند الطفل. صدمه راه ماشي معناتها تعدى عليه شي حد، يعني كاين بعض الناس يقول لك لا راه ما عمره تعدى عليه شي حد، راه بعد نوبات الصدمه كتكون هي هذاك الطفل كيفاش توصل بمعلومه معينه. مثلا شاف بانه كاين خلاف بين والديه، حس بانه خا الوالدين كيعياو كيحسب لهم راه ما كيفهمش ذاك الطفل. الطفل راه كيفهم، كيفهم كل شيء، حس بالخلاف المعين، كيقدر هو في الداخل ديالو الا كان عنده عوامل اخرى وراثيه او غيرها تزيد حاجة عليها، فهو في الداخل ديالو كيكبت ديك المعلومه وتيسد عليها، وكيقدر نفسيته كتطور واحد النوع ديال ما يسمى بالدفاع النفسي المرضي، لا ديفونس بسيكولوجيك باثولوجيك. اش كيدير؟ كيبدا يخلق بلا ما يحس وساوس فكريه، فيبدا مثلا كيحسب بزاف، كيبدا مثلا كيقول الا ما حسبتش ما قديت هذا الحساب غادي توقع شي مشكله للوالد ديالي ولا الوالده ديالي، فكيطور نقدر نقول بحال اللي تيعوض هذاك الشيء اللي داز شيئا ما شيئا ما أخرى. شيئا ما بحال اللي كيبدل الدماغ ديالو باش ما يبقاش في ديك المعاناه اللي هو فيها، تيبدلها بواحد معاناه معينه أخرى. وكيطور هذاك اللي تيظن انه تيتحكم فيها، للاسف ما غيبقاش يتحكم فيها. دو كاين عوامل وراثيه، كاين عوامل سيكولوجيه تكوينيه عند الطفل، كاين عوامل بيولوجيه لانه اثبتت حتى هذه اثبتت عبر الصور ديال المغناطيسيه ليماجري فونكسيونيل، بانه كاين افرازات في الدماغ في مناطق معينه من الدماغ اللي هي بشكل غير طبيعي بشكل كثير وعلى مستويات معينه، اللي كتخلي الدماغ في بعض المناطق كيفرز ماده ديال السيروتونين وديال الدوبامين بشكل غير طبيعي. هاد جوج ديال المواد اللي هما نواقل عصبيه اللي هما كيتحكموا بزاف في الوظائف ديال الانسان، لانهم كيتفرزوا عبر خلايا عصبيه ديال الدماغ. هاد النواقل العصبيه اللي سميتهم السيروتونين والدوبامين كيتفرزوا بشكل غير طبيعي عند الناس اللي عندهم هاد الوساوس ديال الاضطراب ديال الوسواس القهري بجميع اشكاله اللي تكلمنا عليهم في الاسبوع اللي فات. فاذا فاش تيكون يعني تبعوا معايا ملي كنسمعوا كاين هاد الاسباب وشي ان ما كيولي الانسان تيقول وياك مع عضوي، يعني كاين واحد الجانب بيولوجي هنا كيجرنا هاد الشيء الى العلاج. يعني منطقيا ملي كنقولوا كاين واحد السبب معين، كاين واحد الاضطراب معين اللي حنايا ضابطينه شيئا ما، حنا نعرفوا
ضبطناه شيئا ما فممكن نوصلوا للعلاجات اللي ان شاء الله نحاولوا نقربوا لهم. خصنا نعرفوا ناكد عاوتاني اللي سمحتوا لي دائما وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، دائما راه هذا المشكل ديال اضطراب الوسواس القهري راه يقدر يجي مثلا في الصغر ويمشي يخف واحد الفتره معينه ويعاود يهيج في فتره معينه، مثلا في فتره الشباب تيقدر يعاود يهيج، او فتره مثلا تحقيق الذات فاش انسان تيبدا مثلا يبدا يبغي يقرا يبغي يوصل لواحد الدبلومات عليا او يبدا يقلب على خدمه او يخدم او هذه، راه يقدر يبرد واحد الفتره معينه ويقول وصافي وخلاص راه داز، ولكن راه كيهيج وكيتطور كيكون هذا التطور ديالو عبر ما يسمى بسيكليك، يعني كيكون كاين واحد لي بوسي مره مره كيهيج كيقدر يخرج، ولا ما خديناهش بعين الاعتبار وما درناش اون بريز ان شارج اللي هي مزيانه مع المده تقدر يعطي امراض اخرى اللي هي كتقدر تشكل اعاقه في الحياه الاجتماعيه ديالي من انواع الاكتئاب او يعني مشاكل في العمل في الحياه العائليه في العلاقات اللي غادي يربطها الانسان مع المجتمع بصفه عامه. فهذه امور كناكدوا على انه راه مهم هذا المشكل ديال الوسواس او اضطرابات الوسواس القهري، الا عرفنا الاسباب وعرفنا الخطوره ديالو غنوصلوا لياش غنوصلوا للعلاج. فالعلاج متعدد من خلال الاسباب، غنفهموا بانه ملي غادي يجي الشخص من خلال الاسباب ومن خلال الحاله ديال التطور غيجي الشخص عاده معطل خليل فاش كيجي بكري مكتئب مكتئب دوز سنين هو مره كيفيض عليه داك الافكار مره كيبردهم مره كيغلب عليهم مره كيغلبوا عليه وهذاك الشيء غادي بواحد الحده معينه. فاذا للاسف ملي تيوصل عند الطبيب المختص تيوصل لواحد بعد سنوات ديال التطور ديال الحاله المرضيه معاناه، اكيد كاينه معاناه والا ما يوصلش عند الطبيب. فملي يوصل بعد معاناه وبعد التطور ديال المرض اكيد هنا العلاج كيفرض راسه، فضروري ادويه. فما يمكنناش نقولوا وصافي غادي نحاولوا نديروا علاجات بسيطه بشكل، يعني كاين علاجات ديال سلوكيه معرفيه ما يسمى بلا ثيرابي كومبورتمونتال كوغنيتيف، علاجات السلوكيه هذه كتنفع فاش يكون الطفل باقي صغير او ملي تيكون مراهق مثلا، ولكن ملي تتكون الحاله تطورت الى مدى معين راه ضروري يكون علاج، وخصوصا انه كاين اثبات علمي بانه كاين افرازات غير طبيعيه في ماده السيروتونين بيولوجيا السيروتونين والدوبامين. العلاج اكيد غيدوم واحد المده، راه ما يمكنش نعالجه في سيمانه ولا في شهر، راه خصنا نكونوا شويه منطقيين، المرض اللي تكون في سنين راه غياخذ واحد المده معينه. العلاج عنده قواعد ديالو، كاين مضادات ديال الاكتئاب وكاين ادويه اخرى اللي كداوي ماده الدوبامين تنقولوا دي دوبامين ارجيك، كاين كنقدروا نستعملوهم بجوج وكنقدروا نستعملوا غير واحد، وكنقدروا نزيدوا عليهم مهدئات لانه اكيد غتفهموا معايا بان هذه الحاله غتخلق قلق وغتخلق خلعه وغتخلق توتر، دونك كنقدروا نستعملوا انا غير باش نقربكم من طبيعه لا بريسكريبسيون طبيعه العلاج اللي غادي يقدر يستعمل الطبيب. فهذه الادويه ان شاء الله كتعطي نتيجه ولكن خاص وقت خاص وقت معين خاص مرافقة، وخصنا نفهموا بأن هذا الاضطراب تكون من خلال بنية معينة، دونك خصو واحد قبول بعداك المشكل، يعني الإنسان خصو يشتغل على أنه انونجاجمون من عند الشخص أنه يقبل بأن هذا مشكل وأنه خصو علاج ملي كنتبعوا بهذا الشكل، يعني يكونوا على يقين راه النتيجة كتكون جد 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 مرضية، ولكن خص التزام من يعني خاص من المريض الشخص نفسه من المريض اللي كيعاني ومن الطبيب او المعالج ديالو. كنقدروا نحتاجوا نرسلوا المريض حتى عند معالج سيكولوجي ام سيكولوج اللي يقدر يعالجه، وفي حالات نادره للاسف كاين حالات اللي كيكون فيها نوع من الريزيستانس، كاين حالات نادره اللي كتقدر ما يكونش نجيو في هذه الحالات، في بلدان اخرى ماشي يعني ما كدارش عندنا بصفه هنا كيقدروا يوصلوا لحالات الجراحه الدماغيه، وهذا موضوع اخر لان ما كنتش عارفه بان النفس يعني امراض نفسيه فيها جراحه. ممكن كاين منطقه في الدماغ اللي كنديروا انستيمولاسيون، كنديروا انستيمولاسيون على واحد المستوى ديال واحد النوايو في لو سيرفو اللي كتستعمل حتى في الجراحه ديال باركنسون ديال مرض الرعاش. سبحان الله. اللي كاين يعني باش غير نفهموا بان راه فعلا تحفيز. كاين بحال واحد التحفيز كيقدر يدار في حالات ولكن كتبقى حالات نادره نادره جدا، لانه اغلبيه الحالات كتجاوب مع العلاج. لا ماشي الالكتروشوك، كتستعمل ستيمولاسيون بالنسبه لهذا كاينه ولكن لامراض اخرى كاينه. واضح. شكرا لك دكتوره لبنى بوحولي. بقوا معنا مشاهدينا نمروا اللحظه لفقره حميه مع الدكتوره ماريا بن جلون، بقوا معنا. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين مشاهدات. اليوم غنهضر لكم على لابانكرياتيت. لابانكرياتيت شنو هي؟ هي البانكرياس ديالنا تيكون عنده التهاب، راه كاين بعض المرات تتكون كرونيك ولا ايكو، كاين بعض المرات الطبيب
اللي عنده هاد لابانكرياتيك تيدخلوا للسبيطار وتيقدر يمنع له كاع الماكله مده واحد الايام وتيبدا الماكله تدريجيا. من بعد خص كلشي يكون مطحون على حسب لو دوغري كيف تنقولوا ديال لابانكرياتيت. ملي تيدخل للدار وتيسامح له ياكل خصو يتبع واحد الحميه بالقله بالقله شهرين ولا حتى 3 شهور. علاش؟ على لابانكريا هو اللي تيساعد السكريات في الدم باش يتقادو وكذلك تيساعد في الهضم يعني في الجهاز الهضمي. اذا خصنا ناخذ ماكولات اللي تساعد حتى داك الجهاز الهضمي ما يكونش هو انفلامي. الوغ شنو خصنا نحذفوا؟ نحذفوا طبعا الكحول، الماده الدسمه، المقريه، لي زيبيس، نحذفوا داك المواد اللي تتعطينا يعني لو كو لي زيكزوسيغ دو كو. كذلك خصنا نحبسوا الوغ من الاحسن الشهر الاول ما ناكلش الخضره خضراء او الفواكه خضراء على ود داك الالياف. خصنا نبداو بلي فيبر كيف تنسميوهم انسوليبل، دونك من الاحسن او الا بغينا بحال دابا ناخذوا خيزو نحكوه عاد نقدروا ناكلوه غير باش نسهلوا حتى داك الهضم. خص واحد يشرب بالكثره حيت لابانكرياتيت تتنشف الندات شويه، وخص الواحد تنصحوه يعمل 3 حتى 4 ديال الجبد في النهار وياكل بشويه عليه. طبعا تيكون عيان دونك غادي نشوفوا شنو هما المواد. الوغ نكثروا، انا وريتكم بحال دابا لافوكا، نكثروا بالكركما خرقوم، نكثروا من ليزيرب، نكثروا الوغ من هي دائما تنقول لكم خذوا القطاني والعجائن اللي كاملين. لابانكرياتيك من الاحسن ناخذهم شويه غافيني ونكثروا طبعا بسوائل، السوائل كلها نقدروا ناخذوها. الوغ بطاطا حلوه هذا وقتها، القرعه الحمراء هذا وقتها، دونك صحيين. الجزر هذا وقته في هذا الوقت يكون حلو. دونك شنو باش بديت؟ بديت بشوربه. شوربه ديالاش شنو فيها؟ فيها البطاطا حلوه، فيها الجزر، فيها شويه ديال القرعه حمراء، وهذه باش طيبتها في الماء صفيتها وزدت لها الحليب ديال اللوز تنصاوبو في الدار بها مصوبه، وزدت فيها كذلك شويه ديال زريعه الزرار اللي فيهم لي زيموغا 3 هما تيكونوا صحيين. هذه شوربه ما فيهاش ماده دسمه، ما فيهاش فرماج، فيها شويه الملحه. من الاحسن ما نديروش الابزار ملي تيكون عندنا البانكرياتيت. دونك هذه زليفه هي كامله وتتسخن وتتشبعنا. اذا الواحد خدا زليفه منها وخدا معاها يوغورت، يوغورت مسموح بدون سكر من الاحسن. هذه تتكون وجبه كامله كثرتو في الليل. الوغ لي زونطري، الوغ قلت لكم الوغ هادشي كله اللي هنا مسموح بوغ لا بانكرياتيت بالعاني خلط باش تعرفوا. درت الروز كحل وبيض ولكن ماشي كومبلي. درت شويه ديال الجلبانه هذا وقتها، درت شويه ديال البلبه، ودرت شويه ديال لافوكا. هذه فيها شويه الحامض وفيها كثرتو زيت العود في اخر هذا، نقدروا نديروا زيت العود معلقه تنديروها بشويه الملحه. الوغ ما تتكونش لذيذه بزاف ولكن تنبداو نولفوا داك المذاق، دونك تنحاولوا نولفوا داك المذاق باش الواحد ما تيكونش ان تي بو فرستري. دونك هذه اون انتري. الناس اللي عندهم بانكرياتيك تيقدروا ياكلوها ولو عندهم مرض سكري، حيت بعض المرات تيكون عندهم حتى المرض السكري، دونك يقدروا ياكلوها سان بروبليم. الوغ الخضر والفواكه كلها، عفوا الخضر واللحوم خصها كلها تكون اما مبخره او مشويه او مسلوقه، ما نطيبوهاش نهائيا طاجين، ولكن هكذاك سخونه غنزيدو معلقه ديال الزيت تكون نباتيه. بحال دابا هاد الوصفه شنو فيها؟ هو فيها الدجاج، ها هو الدجاج، فيه زعتره ها هي. الوغ هاد الدجاج شنو درت له؟ درت له الخرقوم صحي الناس اللي عندهم لابانكرياتيت. الوغ البطاطا حلوه صحيه ودائما تنطيبها في الفران بلا زيت بلا حتى حاجه وتنخليها بالقشره ديالها. لي بروكولي بخرتهم وبني تتكون باقي سخونه بحال دابا الدجاج درت فيه شويه ديال زيت ارغان سخون هكذا، تنعمل واحد شويه ديال زيت ارغان فوالا باش يعطي داك الذا وتيجي جديد وتيجي صحيح. دونك هذه وجبه صحيه وكامله حتى هي حيت فيه سكريات البطيئه كذلك بروتينات والبروكولي تنعرفوهم. الوجبه الثانيه شنو خديت؟ خديت فيلي ولا طريف ديال اللحم. الوغ هذا مبخر ومن بعد درتو شويه في الفران، وخديت شويه ديال لي زارتيشو القوق هذا وقتهم نقيتو. هانتوما تتشوفوا هادو مبخرين وخا تيكحلوا شويه، دهنهم شويه ديال الحامض باش ما يكحلوش، ودرت معاهم شويه ديال لوريغون اللي بغيتو شويه البازيليك ها هو. دونك ومني
نخرجهم من الفران هذا بحال دابا غندير فيه شويه ديال زيت العود، غير شويه زيت العود مليحه، هادو هما اللي نقدروا، شويه ديال السكينجبير الحر ولو كركما هما اللي خصنا كثرتو نستعملو من تيكون عندنا لا بانكرياتيت. الوجوه اخرى الحوت السمك، دونك هذا فيلي ديال ميرلون، نتوما تتشوفوا طيبت معاه شويه ديال الحامض، درت معاه شويه ديال لانيت، داك ملي تنشرو البسباس داك الوريقات البسباس، وخديت لي نوي كيف قلت لكم ما خصناش نكونوا ناخذوا داك الشيء كامل، دونك لي نوي سي بحال دي بات ديال الروز، ها هما سلقتهم بشويه ديال حتى هما درت فيه هادو شويه ديال زيت العود، شويه ديال الخرقوم، هادشي اللي درت، والحوت خليته ما درت فيه حتى زيت، دونك هادي وجبه كامله وصحيه وتجي لذيذه، حيت خصنا ولو عندنا حميه وخصنا نتبعوا حميه خص داكشي يكون شويه لذيذ. العصير الوغ كيما قلت لكم هنا درت البلبه والجزر، هنا درت شويه ديال البلبه شويه ديال الجزر، طحنتهم درت فيهم معلقه العسل شويه ديال الحامض، ها هما تنديروا عصير، دونك هذا حتى هو صحي تيجي عصير، يقدروا ما ياخذوش العصير الفواكه اخرى، ياخذوا كثرته بهذا النوع العصير وما ياكلوش الفاكهه دابا في ذاك الوقت تيكون عندهم مشكل. دابا تنعاود نقول دابا تنهضر على بانكرياتيت، ها هو كويس حسن داك لي سودا تيجي حلو وتيجي لذيذ، دونك اللي بغى يدير الزهر ولا يدير المات الورد ولا اللي بغاو. لي ديسير تيحيروا واش تيديروا في الديسير، حيت ما خصهمش ياخذوا داك الشيء عاود حلو بزاف، حيت خص تكون التغذيه متوازنه وايكيليبغي وديتيتيك، دونك السكر ما يديروش نهائيا. دونك هنا شنو درت؟ خديت الروز، الروز طيب بالحليب ديال الروز، شنو هو الحليب ديال الروز؟ تناخذ الروز تندقوه ندقوه ندقوه تنخليوه في الماء واحد الليله بايت وتنصفيه وتنطيبو فيه، الوغ فيه شويه ديال الروز، فيه كذلك شويه ديال الزهر، شويه ديال الحامض باش ما تنديرش السكر، وباش غديتو زدت الوغ الفواكه ما ياخذوهمش، ولكن العنب الكحال ياخذوه ولكن يكون منقي وما يكونش فيه العظم ديالو، دائما العنب تنقول لكم كلوه على ود داك ليتانا، ولكن لا بانكرياتيت خصو يكون منقي، ها هو دونك هذا ان ديسير. وبالعاني هنا درت لكم شويه ديال لا بوار، ها هو بوعويد، بوعويد طايب خصو يكون هاري ميغ، الا ما كانش ميغ ما ياخذوش، دونك هادي سيت ان ديسير ويقدروا ياكلوه ولا يفطروا به ولا يعملوا كوتي، ثلاثة وجبات اي اون كولاسيون. لو كود كور، شنو هو لو كود كور؟ دونك يكثروا من الايلان، الكينوا، هادشي كله مزيان للهرم، دونك شنو درت؟ خديت ايلان، والثومه حتى هي صحيه، الوغ اللي يقدر يعمل مره ولا جوج في الاسبوع يسرق شويه ديال الثومه ولا تبخر ويخلط معها معلقه العسل وياكلها جوج المرات في الاسبوع، مزيان لهم على ود الهضم وعلى ود بحال ان انتيبيوتيك وصحي للبنكرياس ديالنا. دونك شنو درت؟ خديت ايلان، ها هو سلقتو غير بالماء، سلقتو بالماء، وشنو درت فيه؟ درت الانواع تاع الربيع كلها اللي عندي ودرت درت ديال الثومه خليته صحيح، ها هو تنقلب عليه ولكن غيكون داب، ها هو دوك نقدروا، ها هو طريف ديال الثومه، تنخلي الثومه هكذا الراس ديالها صحيح هكذا، ولا نقدروا ناكلو هكذا، دوك تناكلو صغير، درت فيه الملحه ودرت فيه شويه ديال الزعتر، درت فيه شويه ديال القزبر ودرت فيه شويه ديال الزعتره، هادشي اللي درت فيه ومليحه، دوك هذا تيسخن صحي والا البنكرياس حتى هو صحي بزاف. عاد نقدروا الناس اللي ما بغاوش ياكلوا حيت يقبط الوقت في الطياب ياخذوا داك الا اللي مطحون يشربوه مع كيس الحليب، يقدروا يشربوا الحليب، يعني البنكرياس يقدروا يشربوا الحليب ويشربوا اليوغورت، غير يحيدوا لي الماده الدسمه بالكثره ويحيدوا لي التوابل. تنتمنى بان هاد الوصفات عجبتكم وتستافدوا من هاد النصائح، وبالصحه والسلامه. شكرا لك لاله ماريا، شكرا على كل هاد النصائح اللذيذه فعلا. نمشيو لحظه نختموا حلقه اليوم مع ليلى شوي والضيف ديالها. صباح الخير سميرة، صباح الخير لكم مشاهدينا. إذا اليوم حاضر معنا بطل مغربي عالمي في رياضة القفز الحر بالمظلة، هذا البطل هو حاضر معنا اليوم وغادي نقربوه لكم على هذه الرياضة، هذه هو أنس البقالي، تبارك الله حقق عدد كبير من الإنجازات في العالم، واليوم جينا بآخر إنجاز ديالو اللي غادي نتكلموا عليه في هذا الصباح هذا، فمرحبا بك أنس البقالي. بارك الله فيك، شرف لي نكون معك استاذه ليلى، شكرا على الدعوه. مرحبا سيدي والف مرحبا، نورتينا ونورتي المغرب كله. ربي يخليك. اليوم جيتي من دبي ياك ولا لا؟ هو
من مصر. من مصر. من لا من بقيمة. مصر لحيت جايب اللقب. أيه. ولكن انت كنت مقيم. أيه مقيم في دبي. يا. مقيم ما بين دبي وما بين الولايات المتحده الامريكيه. أيه. لانك تبارك الله كتعامل مع نجوم كبار في هذه الرياضه هذه ديال القفز الحر بالمظله. قربنا من هذه الرياضه هذه، قربنا كيفاش تعلمتي، كيفاش انت شداتك هذه الرياضه هذه؟ وهو بحال اي طفل كنت كنشوف الافلام ولي دوكيومونتري في صغري، وكنت دائما عندي دي كيستيون على الطيران وكنت باغي نجربها. فلقيت بان اقرب شيء للطيران هو تنقز من طياره، وتبعت هذه الهوايه هذه وبديتها في دبي في 2010. تبارك الله 2010 بديتي، شحال دابا تقريبا؟ 10 سنين غادي في 11 عام. تبارك الله. تقريبا فوق 11000 قفزه لحد الان. واو. وشاركت في حطيم 8 ديال لي ريكورد دي موند. وفين تعلمتيها؟ يعني واش كانت مدرسه اللي تعلمتي فيها ولا كاينين دي كلوب كتعلم فيهم خارج المغرب؟ خارج المغرب. مي كاينين حتى في المغرب. مي انا شخصيا تعلمت في دبي. كنت مشيت لدبي باش نكون انستركتور ديال السوفلوري. السوفلوري هي واحد تونيل كبيره ديال الدجاج، وكتدخل وكطير فيها، فيها الهواء كيخليك تطير. هاد لا ماشين كتخليك تتعلم كيفاش تطير في السماء قبل ما تنقز من الطياره. فكنت كندرب الناس كيفاش يطيروا في ذاك التونيل قبل ما ينقزوا. كانوا كاين، كنت كندرب الناس من العالم كامل، وكان عندي واحد لو طالون اللي كنت كنعرف نطير مزيان، مي ما عمري ما نقص من الطياره. فبزاف ديال الناس نصحوني قال لي عندك ان طالون، علاش ما تديهش للسماء وتجرب؟ وسمعت ليهم وبديت نقاز. انا بغيت غير نعرف الوالده ديالك يعني العائله ديالك فاش قلتي لهم راه بغيت نطير من الطياره، كيفاش كان كيفاش كان هذا الاحساس هذا ديالو؟ هو نقول لك واحد الحاجه، انا الاخ ديالي توفى الله يرحمه كان غير كيدوش، زلق في الدوش طاح على عنقه دام الامن امانته الله يرحمه. الله يرحمه مسكين. فكان كيدير واحد الحاجه احنا كنديروها يوميا، يعني يوميا كتمشي كتدخل الدوش كتعيط لصاحبك كتقول له انا نتلقى معك غير ندوش ونجي، لان عارف بان راه امان ما غيطرى والو. ف ما عارفينش فوقاش غادي نموتوا، ما عارفين فين وكيفاش. فعارفيني كندير واحد الحاجه اللي هي لا باسيون ديالي، فعاطيني السبورت تماما، ما عمرهم ما قالوا لي علاش ولا لا، بالعكس هما كيشجعوني ندير. بصح كيف ما تنقولوا الاعمار بيد الله، هادشي اللي كاين والحمد لله اللي تبارك الله انت قدرتي تحقق بهذه الرياضه هذه واحد النجوميه، واحد وصلتي للعالميه بها. اخر مؤخرا كيف ما قلتي جيتي من مصر لانك حققتي واحد اللقب كبير بزاف، الرايه ديال المغرب تبارك الله فوق الاهرامات وهي كترفرف. تكلم لينا كيفاش جا هذا الحدث هذا؟ فالحمد لله، فكنحاول كل سنه نجمع بين الحب ديالي لبلادي والرياضه اللي كنديرها واللي هي خدمتي. فكنحاول كل سنه نقدم لبلادي واحد القفزه رمزيه اللي من خلالها كنحتفلوا بالمسيره الخضراء. فدرتها فوق جميره، نخله جميره في الامارات في المسيره الخضراء بالضبط في 2016. عام بالضبط كنتسلق جبال الهيمالايا ثلاث اسابيع وانا في الجبال تما عايش. واو. باش نوصل لواحد لاباز باش نطلعوا باش ننقص فوق لو سومي دافغست بالضبط في المسيره الخضراء حتى هي درناها. القفزه اللي من خلالها حطمت جوج لي ريكور دي موند، الاول هو العالم المغربي، هو اعلى عالم في التاريخ كيرفعوا شي انسان، لان كانت فوق 10 كيلومتر. وريكور دي موند الثاني كان هو العالم المغربي، هو اكبر عالم كيطير فوق لو سومي دافغست، وسبعه من اعلى القمم في العالم. تبارك الله عليك ما شاء الله. فكرت وقلت شنو هي البلاصه اللي تكون كتوازي هاد النقط هادو، لقيت بان مصر عندها اهرامات مصر اللي حنا كلنا كنعرفوهم. اكيد. فعام وحنا كنهضروا معاهم باش نديروا هاد التنقيزه هادي، لان كتعرفي لي بيراميد سون بروتيجي باغ لارمي. اخيرا قلنا لهم بان غنديروها في واحد النهار اللي هو كبير عند المغاربه، وغتعطي لا شونس للناس في العالم باش يشوفوا الجمال ديال الاهرام من السماء. ووافقوا عليها، والحمد لله القفزه تمت بنجاح، ومن خلالها العالم المغربي كان هو اكبر عالم كيطير فوق اهرامات مصر منذ تاسيسها اكثر من 4500 سنه. من داروا الفراعنه ما كاينش درابو كبر من درابو المغربي طار فوق. تبارك الله. غادي نشوفوا الصور لهذا الشيء كل اللي قلتي تبارك الله، كيف الرايه ديال المغرب كيفاش ما شاء الله هكا يا عاليه وزوينه فوق الاهرامات. وبفضلك انس البقالي، انا بغيت نعرف الشعور ديالك تبارك الله، كيفاش كيكون هذا الشعور وانت يا كتبغي تقفز من اي قفزه كدير؟ وقبل ما ندير اي قفزه كنقول دائما ثلاث المرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث المرات وكنتوكل على الله. مي اللحظه ملي كتنقز من الطياره كيف ما كانوا المشاكل ديالك صحيه عائليه ولا ماديه في ديك الدقيقه اللي انت طايح من الطياره، الحريه التامه تحزم كتجيك في دماغك من غير ذاك لو مومون اللي كتستمتع به. واو، كتكون واحد الحريه كما قلتي تامه. ما شاء الله. انا عمري ما جربتها، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غادي نرجعوا نتكلموا، لانك جبتي لنا هنايا الماتيريال باش كطير باش كطير، جبتي لنا الباراشوت كله مجمع في هذا الساك هذا والكاس. غادي نرجعوا من بعد ما نخليو المشاهدين يشاهدوا اللقطات الرائعه والجميله اللي تكلمت
تكلمت عليها جميع المنابر الإعلامية لا في المغرب ولا خارج المغرب. غادي نشوفوها الآن على شاشة القناة الثانية الدوزام مع أنس البقالي نشاهد وتصور وكتجيك واحد تبوريشة واحد يعني إحساس جميل بزاف ياك أنس. واحد الشعور ما كترفع العالم ديالك كتكون واحد المسؤولية تجاه الوطن ديالك إن كما كنعرفوا العالم عندنا واحد الحاجة مقدسة وكنموتوا على الدرابو كما تيقولوا. فالحمد لله كتمر بنجاح وكتحس بواحد الشعور ديال الفخر وانت نازل تما. تبارك الله عليك جبتي لنا هنايا قربنا واش هذا كله هو هذا اللي كطير به. دابا هذا الباراشوت اللي كنلبس به كنقز به وحدي هذا من اصغر لي باراشوت اللي كنتنقز بهم يعني دابا هذا كله مجموع هنايا تما كاينين جوج ديال لي باراشوت والباراشوت اللي كاين تما كيتسمى هاي بيرفورمانس يعني صغير بزاف لواحد الدرجه بحال قلتي غير هكا. فباش تنقز بهذا الباراشوت خصك تكون بزاف ديال الخبره لان حساس بزاف فإلى زيت غير رجلي بحال هكا يقدر يمشي على اليسر ولا على اليمين. فانشرح لك كيفاش من كينحلوا كل شيء اللي بغيتيه ولا بغيتي تلبسيه نوري لك تلبسيه انت الا بغيتيه. المهم نلبسوا ماشي دابا باش نبداو بعدا. هذا هو الكاسك باش كننقزوا نورمالمون. هذه الكاميرا كننقز بها يوميا حيت صغيره على العنق ديالي مي بحال ما تقيلاش بحال فاش ننقزوا دي بروجي سبيسيو بحال ديال العالم المغربي كنحط كاميرا كبيره هنايا اللي هي كتزيد بالثقل ديال وعلى فكره العالم المغربي اللي شفنا في الصور ثقيل شحال كان الوزن ديالو تبارك الله هكا كنشوف توتال كان واحد 70 كيلو قدامي 30 كيلو وموراي 30 كيلو ديال الباراشوت. واو تبارك الله ما شاء الله الله يعطيك الصحه الحمد لله كدات مزيان. فهذا هو الكاسك كنلبسوه باش ما نقدرش ناخذ تصور بيدي مي كنحط هذا التيو كما كتشوفي في امي هنايا وكنبقى غير بالريح كنبرك وكتاخذ الكاميرا دي فوتو فوق ما شتي تصوره مزيانه عجيب كنبرك وكتاخذ فوتو تبارك الله هذا بالنسبه للكاسك غنحطوه هنايا. ف باراشوت كما كتشوفي هنا كاين باراشوت برينسيبال وهنا الريزيرف. فقبل ما كننقز يوميا كنقلب واحد الحاجه اللي هي هنايا حيت هذه هنايا هي اللي شاده الباراشوت برينسيبال يعني غير هذا الخويط هذا بوحده هو اللي شاد. فقبل ما كنحل الباراشوت كنجبد هنايا واحد الباراشوت صغير وكنرميه. هذا الباراشوت الصغير كيعمر بالريح مي ماشي كفايه باش يوقفني انا في لاشوت ليبغ مي كفايه انه يحيد هذا يخرج من هنايا باش يخرج الساك اللي فيه الباراشوت برينسيبال. واو تبارك الله ولا قدر الله الله يحفظ ما كانش خدام هذاك عندي واحد الهاندل هنايا كما كتشوفيه اللي كنجبدو من هنايا كيتقطع البرينسيبال وعندي هذا هنا صفر اللي كنجبدو وكيحل الريزيرف. ماشي سهل الريزيرف ماشي سهل انك دير تقوم بهذه العمليه كامله وقيلة في ثواني قليله وانت في السماء ياك ولا لا؟ ملي دابا هاد الرياضه كتعلمك بحال الفورميلا كتخش عندك واحد الريفلكس اللي هو سريع لان ملي كيطراك المشكل في البرينسيبال خصك تشوف في المشكل تفكر شنو هو تفكر في الحل وتاكتي سور لو شون لان عندك واحد 6 حتى 10 ديال الثواني باش توصل الارض وغتوصل الارض بواحد لافيتاس ديال 250 حتى 300 كم في الساعه. فكتعلمك عندك واحد الريفلكس قوي تشوف المشكل تلقى الحل تشوف دير الحل ما كانش غادي يتحل المشكل كتقطع البرينسيبال كتحل الريزيرف. أنس البقالي هاد الرياضة هذه وصلتك للعالمية كيف ما قلت ما بين دبي ما بين أمريكا وكتعلم أنت يعني مغربي أنس بقالي كيعلم بيدو نجوم كبار في هوليود يعني هادشي راه كاين في الصور وكنشوفو كل يوم في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الرياضة هذه في المغرب واش كاينة ولا لا؟ واش ممكن لوليداتنا يديروها؟ واش ممكن نتعلموها؟ واش كاينين مدارس لهذ الرياضه هذه اللي خلاتك هكا يا بطل؟ هذا سؤال زوين لان الرياضه كاينه في المغرب كاينين شباب مغاربه بنات ودراري مغاربه اللي باغيين يديروا هذه الرياضه هذه مي ما كاينش الدعم ما كايناش فيديغاسيون حاليا عندنا هنايا صافي يمكن عامين ما كايناش فيديغاسيون سكيفي ميم على ما سمعت ميم القوانين اللي تابعه لافيديغاسيون هنايا ما تجددوش من الستينات لان الطيارات اللي كانوا كيطيروا في الستينات ولي باراشوت اللي كانوا في الستينات ماشي هما اللي كاينين دابا حاليا فخص القوانين يتجددوا باش تسهل الماموريه للكلوب باش يحلوا في المغرب والمغاربه اللي بغاو يديروا هذه الرياضه هنا في المغرب تكون سهله لهم. اكيد وها انت كل شيء ممكن تبارك الله بهذه الرياضه كما قلت انس البقالي وصلتي للعالميه وحتى ليتي المراتب الاولى في هذه المسابقه هذه. شنو الحلم ديالك اللي مازال باغي تحقق انس من بعد هاد تبارك الله هاد الانجازات الكبيره اللي حققتيها في سنوات الحمد لله كاينين بزاف ديال لي بروجي جايين في المستقبل داخل وخارج المغرب بالعالم المغربي ولا بالعالم المغربي مي حاليا خدامي على ان دوكيمونتير في المغرب من طنجه حتى للقويره اللي غنبينوا من خلاله الجماليه ديال المغرب وغنقصوا فوق مناطق مهمه
دي مونيمون هيستوريك ولا ناتشورال، وغنوريو المغرب من واحد جماليه اخرى ديال المغرب نيت من السماء بواحد الكونسيبت جديد بالنظره ديال انس البقالي. غادي تكون هاد الجوله هذه على المغرب كامل ان شاء الله. ياك ان شاء الله غنخدموا لي زاتليت مغاربه في دوطخ سبور اكستريم، وغنشجعوا ماشي غير السياحه مي السياحه ديال السبور اكستريم في المغرب. مانيفيك، تبارك الله عليك، فكره زوينه بزاف، وحنا بغينا ان شاء الله نشوفوا هاد يعني وتكون عندنا حصريا لهاد المقتطفات ديال هاد ان شاء الله ديال هاد الجوله اللي غادي ديرها داخل المغرب ان شاء الله. انس كنشكرك بزاف على الحضور ديالك معنا اليوم. شكرا. صباحيه دوزام، وقربتينا من هاد الرياضه هادي تبارك الله، واللي اكيد كاين اطفال اللي تيعشقوا بحالك هكا كانت هما تيعشقوا هم يطيروا، فممكن فرياضه ممكن علاش لا. شكرا بزاف على الدعوه استاذه ليلى، شرف لي نكون معكم هنايا. شرف لينا ان شاء الله، نرجعوا بدي بروجي جداد ان شاء الله اكيد قريبا معكم. ان شاء الله توعدنا انس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تبارك الله عليك. اذا شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء. التلقيح ضد كوفيد 19 واش هو التزام او حق؟ هذا هو موضوعنا للفقره القانونيه غدا ان شاء الله مشاهدينا مع الاستاذه خديجه الروقاني. غادي تكون معنا الفقره الصحيه الدكتوره ليلى بشرى، وهي غادي تكلمنا عن الكبد اللي هو غيكون موضوع كذلك الحوار مع سنبي العياشي، لان غادي تكلم لنا على واحد المواد تقيس الكبد على وجه الخصوص. المصممه منى ايت معطلة ضيفه ليلى حدي وفقره اللباس التقليدي غتجينا من مدينه مراكش. الكل والمزيد، صباحيه دزام، نهاركم مبروك.